هذا حب الجمهور اللي جاي يصير امام الناس كلها، ما اعتقد شيء طبيعي او شيء هين لاي شخص معين. لا والله طبيعي، عليك ان تؤدي واجبك والله سبحانه وتعالى يوفقك. هاي كانت الرساله، هي هاي الرساله. اليوم المنتخب الوطني تاهل النهائي، شنو كلمتك للمنتخب؟ الف مبروك لكل العراقيين، والف مبروك للمنتخب اللي تاهل لنا، وان شاء الله يوفق ويرفع كاس الخليج الرابع. شكرا لكم. شكرا.